ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا رغداء، أهلا بيكم وأهلا بكل أم عبقرية. لو أول مرة تشوفوني انزلوا بقى اشتركوا معنا في القناة ويفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك. طب النهاردة بقى موضوع الحلقة عن ايه؟ عن في امهات كتير بتقول ان ولادها عضلات ايديهم بتبقى ضعيفه، مش بيعرفوا يتحكموا كويس في مسكه القلم، وبتكون ايديهم مهزوزه. طب عشان نحل الموضوع ده يبقى لازم في شويه تمرينات تقدر الام تعملها في البيت مع طفلها بمنتهى السهوله بادوات بسيطه، تقدر تقوي عضلات الايد بمنتهى السهوله. طب هنعمل ايه؟ حضرتك هتجيبي اي علبتين عندك كده، هم زي دول كده، وفيها مقعدات او اي حاجة عندك في البيت بتكون مثلا يعني متوسطة، وبتبتدي الطفل يستخدم الثلاث صوابع دول دوت ودوت الثلاث صوابع، وبيبتدي ياخد من العلبة الاولانية يحط في العلبة التانية بنفس النظام ده كده اهو، يبتدي ينقل من العلبة الاولانية يحط في العلبة التانية، وبعد ما بيخلص الكمية يرجع يرجعها تاني برضو بنفس الثلاث صوابع دول، نركز عليهم. طبعا التمرين ده مهم جدا، بيساعد جدا على تقوية عضلات الايد عند الطفل علشان خاطر يتحكم كويس في مسكة القلم. طبعا بالاستمرار على التمرين ده، يعني لازم ان انتوا تستمروا عليه. طبعا دي بتبقى الخطوة الاولى، ودي بتبتدي من سن سنتين ونص كده لحد 3 سنين، لحد ما يبتدي ايده تقوى شوية في مسكة القلم. طب ايه تاني بعد ما بتخلصي المرحلة الاولى دي؟ بتجيبي له حاجة تانية زي كده بتصغري شوية. طبعا انا هنا جايبة مكرونة اهو، دي بتكون صغيره شويه. طبعا هما ساعات ممكن تستخدمي خرز، بس انا بستخدم الحاجه تتاكل على اساس ان الطفل لو حط حاجه في بقه تبقى حاجه يعني ما فيهاش ضرر ان شاء الله. بتجيبي مكرونه، عندك لوبيا، ماشي، اي حاجه برضو بيمسك بالثلاثه ثلاث صوابع دول، ويبتدي ياخد المكرونه هنا يحطها في الايه، في الطبق الثاني، ينقل عمليه نقل اهي كده، عمليه نقل مش اكتر اهو، يبتدي ياخد من هنا يحط في الطبق اللي جنبه. طبعا هو كده بيعمل ايه؟ برضو بيقوي الانامل عنده، ويبتدي ياخد. بعد ما بيخلص الكمية يرجع تاني يرجع الكمية تاني في الطبق الايه اللي كان موجود فيه دي كده. طبعا يا جماعة بجد استمروا على التمارين دي، التمارين دي جابت نتيجة مع اطفال كتير جدا، انا ذات نفسي شفتهم. فالتمارين دي كويسة جدا بس بالاستمرار، يعني مش هعملها مرة ولا اتنين وبعدين اسكت، لا لازم تداومي عليها، لازم تداومي على التمارين دي. التمارين دي هتجيب معاكي فايدة، وبالصبر لازم نصبر شوية مع الاطفال علشان ناخد منها نتيجة كويسة، وبالتشجيع لازم تشجعيهم. ايه المرحلة اللي بعد كده؟ طبعا المرحلة اللي بعد كده هتكون هنا ده دورة، دورة اهو عادي، انا مثلا ارجع اللي هنا ده دورة عادي اهو، وهتجيبيله معلقة اهو كده بس عشان يبان، وهيبتدي ياخد برضو، هيبتدي يمسك بالتلات ايدين بالتلات صوابع دول اهو، المعلقة اهي بالتلاتة دول اهو، شايفين كده اهو، يتحكم يبتدي ياخد من الطبق ده، يبتدي يحط في الطبق اللي جنبه نفس النظام ده كده، يبتدي ياخد الكمية بتاعت الدورة اهي. اي حبوب بقى حضرتك، اي حاجة عندك هتساعدك في الموضوع ده، تمام، وبعدين يبتدي يرجعها تاني. سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله، بس المهم تستمروا من الاكبر للاصغر. يعني التمارين دي زي ما بدأنا كده بالمكعبات، وطغرنا طغرنا، وبعدين ابتدى ان هو يمسك المعلقة، تمام. دوا التمرين اللي بعد كده ايه كمان نقدر نعمله؟ التمرين اللي بعد كده، التمرين ده انا بحبه صراحة ومن اهم التمرينات. انتوا هتجيبوا اي علبة عندكم، ودي مشابك طبعا موجودة في اي حتة، عندكم بقى بلاستيك، عندكم الخشب، مش مشكلة. ويبتدي يحطها نفس النظام ده كده اهو، يمسك مشبك مشبك اهو ويحطه نفس النظام ده كده. طبعا هي في اطفال بتبقى الموضوع ده صعب عليها، معلش لازم ان انتوا تشجعوهم عشان يقدروا يحطوا المشابك كده. بعد ما بيخلصوا الكمية بيرجعوها تاني،
الأطفال ياما كانت الموضوع ده صعب عليهم. برضو بنبتدي اهو برضو بالتلات صوابع، كل حاجة كل شغلنا هنا كده تمام، علشان خاطر دول اللي احنا بنبتدي عايزين نقويه. طب الموضوع ده بقى لو طفلك صعب عليه بتاع المشابك ده، ففي حاجة حلوة قوي علشان خاطر يحب الموضوع. شايفين السمكة دي بتفتح بقها ازاي؟ شايفين دي بقى احنا عملناها ازاي؟ دي اهي مشبك عادي، وبتجيبي سمكة وبتقسميها نصين، وبتحطي النص الاولاني في الخشبية الاولانية والنص التاني في الخشبية التانية، وبيبتدي المنظر بيبقى كده. طبعا هو ده بقى هيحبها عن التمرين اللي قبل كده، هو نفس الغرض، بس اللي هو اهو بس برضه بيستخدم الثلاث صوابع اهو، بس هو ده علشان خاطر نشجع الطفل شوية، بدل ما هو ايه هيبقى متضايق من موضوع المشابك ده او بيتعبه ايديه. ممكن برضو تجيبي له اي لون بقى هو عاوزه، زي ما احنا شايفين اي شكل بقى ممكن تعملي اي شكل كمان، ضفدع او اي حاجة تانية. المهم ان هو ايه هيبقى مضطر ان هو عايز، فرحان ان هو عايز السمكة تفتح بقها، فهيبتدي ان هو عايز يتك على المشبك من ورا، فبيساعده برضو. يبقى ده دي عبارة عن فوم جليتر عادي بيشترى من المكتبة، وبيتقصى شكل السمكة. ما عندكش فوم جليتر عادي اي ورقة تكون تخينة شوية وتعملي بيها تمام. المرحلة اللي بعد كده طبعا ده من التمرينات الجميلة جدا اللي هو تمرين السمك ده. حضرتك بقى بتجيب الصلصال، ده موجود في كل بيت، بس بيبتدي ان هو يفرز الصلصال وصوابعه تكون مفرودة مش متنية، صوابعه كده لازم تكون مفرودة، وبيبتدي ان هو يفرد الصلصال اهو نفس الطريقة دي، يبتدي يفرد الصلصال اهو نفس النظام ده كده علشان يقوي العضلات بتاعة الايدين. برضه التمارين دي يا جماعة بالمداومة، لازم تداومي عليها مع طفلك علشان خاطر يبتدي ان هو يجي يمسك القلم خلاص بقى يبتدي يتحكم فيه. ده التمرين اللي بعد كده. في كمان تمرين معانا حلو جدا، هو تمرين القص. ايه بقى القص ده؟ حضرتك بتجيبي ورقة كده وبترسمي عليها دواير، واحدة كبيرة وصغيرة وبعدين صغيرة خالص، وبتجيبي مقص. المقص ده بيتباع في اي مكتبة، لازم يكون بلاستيك طبعا عشان ده طفل هيتعامل بيه، وبيبتدي ان هو يركز في القص. ايه في قص الدواير طبعا الكبيرة الاول وبعدين صغيرة وبعدين صغيرة خالص. ده بيساعده كمان على التركيز، ان هو هيبتدي يمشي على الحرف بتاع الدايرة، يبقى ده بيساعده على التركيز وبيساعده على تقوية الصوابع بتاعته. فهو بيدخل كده وبيبتدي يدوس على الايه على المقص علشان خاطر يقصلي الايه يقصلي الدايرة دي. ده طبعا مهم جدا، واهم حاجة زي ما قلت لازم المقص يكون بلاستيك مش اي مقص. التمرينات دي يا جماعة دي مفيدة جدا، لازم انتوا تهتموا بيها. الناس اللي بتشتكي دايما وتقول ابني ايده مهزوزة في القلم، ابني مش بيعرف يتحكم في القلم، ابني خطه وحش، لازم ان هو تقوي له عضلات ايده. لو هو بيحصل معاه الحاجات دي يبقى عضلات ايده ضعيفة. طيب ان شاء الله باذن الله نبقى برضو ان شاء الله هجيب لكم شويه تمارين تانيين، ولو عجبكم الفيديو باذن الله ان تنسوناش بقى في اللايكات وكده، وتكتبوا لي اي تعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.